أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الثاني عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع الحادي عشر. عزيزي الطالب، هنا سنقوم باستذكار درسنا، ومن ثم سننتقل إلى حل الأسئلة، ويلي ذلك العمل في مشروع الوحدة. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى منهج الإسلام في معالجة الفقر. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين مفهوم الفقر ومخاطره، توضح أسباب الفقر، وتوضح منهج الإسلام في معالجة الفقر، وتحرص على تقديم المساعدة للفقراء. ومرة أخرى هذه خارطة مفاهيمية تبين كيف سيكون نمط الدرس. منهج الإسلام في معالجة الفقر، مفهوم الفقر ومخاطره، أسباب الفقر، منهج الإسلام في معالجة الفقر، الحث على العمل، تحقيق التكافل، التوكل على الله. مفهوم الفقر، الفقر هو عجز الإنسان عن سد احتياجاته الأساسية اللازمة لحياة كريمة. وهناك بعض الأمور التي قد تترتب عليها عدة أمور تنعكس على الفرد والأسرة، مخاطره على السلوك والأخلاق. مخاطر الفقر كثيرة، قد تكون تؤدي إلى ارتكاب المحظورات مثل الغش، الكذب، السرقة، الجريمة، المخدرات. مخاطره على الأسرة، تكوين الأسرة لعدم هنا قد يؤثر على تكوين الأسرة، لعدم القدرة على كلف الزواج، يكون سبباً في عمالة الأطفال، تفكك الأسر، تمزيق أواصر المحبة بين الأفراد. مخاطره على المجتمع، تكون إذا سيطر الفقر سنلاحظ قلق، انعدام أمن، انتشار الجريمة، انتشار التسول، حقد الفقير على الغني، والشعور بالظلم أيضا، وهذا تهديد لاقتصاد المجتمع وأمنه واستقراره. أسباب الفقر، هناك أسباب عديدة مثل قلة الموارد، قد تكون خارج عن إرادة الفرد، مثل قلة الموارد الاقتصادية التي تؤدي إلى عجز المجتمعات عن تلبية حاجاتها الأساسية من ماء وغذاء وغيرها، تدني الدخل والأجور، تفشي البطالة في المجتمع بسبب عدم توافر فرص وغياب الأمن والاستقرار نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية مثل الجفاف، الفيضانات، العواصف، حيث لا يستطيع الناس أن يعملوا بأمان، ويقل عدد المستثمرين، يعم الفساد المالي والإداري لغياب المراقبة والمحاسبة، فينتشر الفقر كثيرا. أسباب الفقر ما يتعلق في الفرد نفسه مثل الكسل، العزوف عن العمل، عدم الأخذ بالأسباب الرزق، الاتكال على الناس في الإنفاق. منهج الإسلام في معالجة الفقر، الحث على العمل وطلب الرزق والحلال، لابد لكل إنسان أن يكون قادراً على أن يسعى ويعمل، فخيرات الأرض كثيرة. تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق الزكاة والصدقات، أيضاً التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب، إقامة العدل بين الناس، ومكافحة الفساد المالي، وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى أسئلة الدرس. أبين مفهوم الفقر، أذكر مخاطر الفقر على كل مما يأتي: السلوك والأخلاق، الأسرة، المجتمع. إذا سنبين هنا أثر الفقر على كل واحدة من هذه. وضح أثر كل مما يأتي في زيادة الفقر: قلة الموارد الاقتصادية كيف يؤثر على زيادة الفقر، فقدان الأمن والاستقرار. أوضح دور الفرد في مشكلة الفقر من النصين الآتيين. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا
عفوا تغدو خماصا وتروح بطانا. أتأمل الحديث النبوي الشريف ثم أجيب عن الأسئلة التي تلي. سنقرأ الحديث النبوي الشريف وننتقل إلى أسئلته. بعد ذلك يا عزيز الطالب سننتقل إلى العمل في مشروع الوحدة. سيكون موضوع مشروع الوحدة هو تنظيم النسل، والهدف منه عزيز الطالب بيان مفهوم كل من تحديد النسل وتنظيمه، توضح حكم تنظيم النسل وتحديده، التفريق بين تنظيم النسل والتحديد، تقدير عناية الإسلام بحياة الإنسان وصحته. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 12. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.